من آلاف السنين والإنسان يراقب قرص الشمس اللي يزود الأرض بالدفء والضوء، نظر إليه بإعجاب ومحبة وخوف أحياناً، ولكن على مر السنوات لاحظ الإنسان أن الشمس هي مصدر كل الحياة والحرارة والطاقة. الفضول بدأ كعادته يحرك الأسئلة في عقول البشر عن أصل هذه الكرة الملتهبة وعن دورها في الكون. وفي البداية كانت الأساطير. الحضارات القديمة عبدت الشمس لأن اعتبرتها مصدر القوة والطاقة. والسجلات التاريخية نقلت لنا معتقدات مختلفة من ثقافات انتشرت في العالم القديم. في أسطورة صينية قديمة، وهي إن الشمس ما كانت وحيدة، والقصة تروي إن كان في 10 شموس، وكان المفروض إن في كل يوم يطلعون 2 ويلعبون في السماء. لكن في يوم من الأيام قرروا 10 أن يلعبون كلهم مع بعض، وهذا خلى حرارة الأرض ترتفع، فقررت واحدة من الشموس أنها تقتلهم كلهم، وبقت هي الوحيدة عشان تحافظ على الأرض والحياة عليها. أما عند الفراعنة كانت أسطورة تتكلم عن إله الشمس راع، اللي يقاتل في كل ليلة قوة الشر والفوضى الممثلة بأفعى كبيرة اسمها أبو فيس، حتى تقدر الشمس أن تظهر في صباح يوم الثاني، ويوم تختفي الشمس كل مساء يركب الإله راع مركب مقدس ويعبر نهر النيل تحت الأرض. وخلال هذه الرحلة يمر راع على 12 بوابة تمثل 12 ساعة، وهي عدد ساعات الليل، ويحارب بشجاعة المشاكل اللي تقابل مركبته. وبعد هذه الرحلة في كل ليلة يرجع راع ويظهر من جديد، يمنح النور والدفء والحياة للبشر على الأرض. ولكن مع إدراكنا بالأشياء اللي تحيط بنا تطورت علومنا، وصرنا نعرف حقائق كثيرة خلتنا ننسف كل المعتقدات الخاطئة وندور عن إجابات علمية ترضي شغفنا. الشمس هي مركز نظامنا الشمسي، وكتلتها تساوي 99.8 من الكتلة الإجمالية من نظامنا الشمسي، ونحتاج إلى 1.3 مليون أرض لتعادل حجم الشمس، وهي نجم متوسط الحجم. ويوم نقول نجم يعني كرة من الغاز ما عندها سطح صخري، ولكن تحافظ على شكلها بفضل قوة الجاذبية الخاصة فيها. ولأن الشمس لها جسم غازي مش متماسك، فتدور أجزائها بسرعات مختلفة. مثلاً خط الاستواء الشمسي تدور الشمس مرة كل 25 يوم أرضي، لكن عند أقطابها تدور الشمس مرة كل 36 يوم. لكن شو اللي سبب سطوع الشمس؟ يعني كيف يتم إنتاج هذا الكم الهائل من الطاقة اللازمة لدعم الحياة على الأرض؟ تحدث هذه الأسئلة العلماء ل150 سنة، ودخل علماء الفلك النظرية بجدال مع علماء الجيولوجيا حول من يملك الإجابة الصحيحة. وفي القرن 19 قدم عالم الفلك جون هيرشل وصف للدور الأساسي لأشعة الشمس في حياة البشر كلها، واعتبرها المصدر المطلق تقريبا لكل حركة تصير على سطح الأرض. بواسطة حرارتها تنتج كل الرياح، وبواسطة أشعتها تنمو الخضروات من المواد غير عضوية اللي تصير بدورها مصدر دعم للحيوانات والإنسان.
نقدر بكل سهولة أن نقيس معدل الطاقة الصادرة من الشمس بواسطة قياس معدل الطاقة اللي تصل الأرض والمسافة ما بين الأرض والشمس. اعتقد علماء الفيزياء في القرن 19 أن مصدر طاقة الشمس هو قوة جاذبيتها، وفي الأربعينيات من نفس القرن اقترح العلماء أن أصل شعاع الشمس هو تحويل الطاقة من طاقة الجاذبية إلى الحرارة. ويليام تومسون أو لورد كالفن كان أحد أعظم علماء الفيزياء في القرن 19، وصاحب القانون الثاني للديناميكية الحرارية. هذا القانون يقول أن الحرارة تدفق بشكل طبيعي من الجسم الساخن للجسم البارد وليس العكس. كان كالفن مقتنع بأن سطوع الشمس نتج عن تحويل طاقة الجذب لحرارة، واقترح أن حرارة الشمس كانت تنتج باستمرار بسبب صدمة سقوط النيازك على سطحها، ولكن الأدلة الفلكية أجبرته يعدل فرضيته ورجع يجادل بأن المصدر الأساسي للطاقة الشمسية كان طاقة جذب الشهب البدائية. ولكن مع أواخر القرن 19 يوم تم اكتشاف النشاط الإشعاعي، ظهر احتمال أن تكون الطاقة النووية هي مصدر الأشعة الشمسية، وهذا التطوير حرر العلماء من الاعتماد على طاقة الجذب في حساباتهم. إلا أن الأرصاد الفلكية اللي اتبعتها بينت أن الشمس ما تحتوي على الكثير من المواد المشعة، بل أنها تحتوي في الغالب على الهيدروجين اللي يحترق ويتحول لهيليوم في باطن الشمس. يتقدم العلم نتيجة الصراع بين النظرية والتجربة، بين التأمل والقياس. لكن هل هناك طريقة لاختبار نظرية أن الشمس تسطع لأن الهيدروجين يحترق إلى الهيليوم في باطنها؟ في البداية ممكن نقول أنه مستحيل نجري اختبار مباشر لفرضية الاحتراق النووي، ولكن في الحقيقة في طريقة أن نقدر نشوف باطن الشمس بواسطة النيوترينوز. ولكن شو هي النيوترينوز؟ النيوترين هو جسيم أصغر من الذرة يتفاعل مع المادة ويتنقل بسرعة الضوء. تنتج النيوترينيات في النجوم عند حرق نواة الهيدروجين إلى نواة الهيليوم، كما أنها تنتج أيضاً على الأرض في مسرعات الجسيمات وفي المفاعلات النووية وفي النشاط الإشعاعي الطبيعي. ورصدت النيوترينيات اللي تنتج في مركز الشمس في 5 تجارب، وبين الرصد المباشر أن مصدر الطاقة اللي تبعثها الشمس هو اندماج نواة الهيدروجين في باطن الشمس. وبذلك فإن جدل القرن 19 بين علماء الفيزياء النظرية وعلماء الجيولوجيا حسم تجريبيا. الاتجاه الصحيح للبحث عن حل مفصل للغز سطوع الشمس كان من خلال النظرية النسبية لأينشتاين في سنة 1905، وبواسطة قياس كتل الهيدروجين والهيليوم في سنة 1920، وبواسطة تفسير ميكانيكا الكم وهي الفيزياء اللي تدرس الأجسام على مستوى الذرة لكيفية اقتراب الجسيمات المشحونة من بعضها البعض في سنة 1928. وبحلول منتصف القرن 20 صار علماء الفيزياء النووية والفيزياء الفلكية قادرين يحسبون معدل الاحتراق النووي في قلب النجوم مثل الشمس. الشمس هي ملكة مجموعتنا الشمسية اللي تجمع الكل بجاذبيتها، الملكة القاسية والحنونة في نفس الوقت، الغامضة والغريبة لدرجة ما تسمح للي يدرس ظواهرها أن يتوقف عن التساؤل.